الله ما قالوا. قال رضي الله تعالى عنه: ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. يبقى إذن لما تصاحب السيء ده تقول أنا أحسن منه، وأول ما قلت أنا أحسن منه تبقى ضليت. أدي مصيبة صحبة الظلمة والمظلمين، الظلمة والمظلمين مصيبة صحبتهم أنك ستتعالى عليهم، ولو تعاليت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وحبة الخردل دي قد ايه؟ 3 جرام ب6000 حبة، يبقى الجرام بكام؟ ب2000 حبة. يبقى ايه دي بقى؟ اسمها ايه دي؟ هباء منثورة، ذرة حبة الخردل الخفيفة يا اخوان، الوزن بتاعها زي قشرة حبة القمح كده، القشر اللي طاير ده اللي بيطير في الهواء. فحبة الخردل دي حاجة بسيطة قوي. ياه ده وبعدين ده مصيبة سود، احنا في مصيبة كده. يبقى الكبر بلاش منه. كنا بنقول لمشايخنا حديث: تكبروا على اهل الكبر فان ذلك عليهم صدقة. قالوا موضوع، لا تتكبر على اهل كبر ولا على اهل ما كبرش، مالكش دعوة بالكبر. ايوه بس ده متكبر اتكبر عليه. لا بلاش كده، مش احنا اللي نعمل كده، احنا نتواضع لربنا. امال بنسجد ليه؟ اعلانا للخضوع له والخبوت له. فاوعى صاحب دول لحسن تغتر وتقول انا احسن منهم، وانت احسن منهم فعلا، بس المصيبة انك ادام قلت كده يبقى دخلت في نفسك في النظر الى عملك، واذا دخلت النظر الى عملك غصب عنك كده هتتبلبل ولا لا؟ هتتبلبل. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يعني لا تفرح بالموجود، ولا تحزن على المفقود، ولا تسعى لتحصيلها، وادعو وقل اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. يعني اللي في إيده الدنيا ما يسيبهاش، إنما يستعملها الاستعمال الحسن. فالزهد لا يكون إلا عن تملك. إمتى تسمى زاهدا؟ لما الدنيا تبقى في إيديك بس مش راضية تدخل قلبك، لا بتدعوك إلى معصية ولا إلى تعلق ولا إلى تبرم بقضاء الله. فلو فقدتها ما تغير قلبك، ولو تكاثرت في يديك ما تغير قلبك، فأنت زاهد. إنما الفقير ما ينفعش يبقى زاهد. زاهد في إيه؟ لما أنت مش لاقي حاجة هتزهد في إيه؟ الذي يزهد هو المالك. فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا نتقوى بها على عبادتك، ولا تجعلها في قلوبنا فنكون من الراغبين فتحبط أعمالنا. واحد صلى له 2 ركعة، قمت تلاقي الركعتين دول في الميزان بتاع ربنا كبار قوي، لانهم خرجوا من قلبي، خرج من قلبي رجل زاهد مؤمن. اما الراغب في الدنيا والمتعلق قلبه بها صلى 12 ركعة ضحى، هم يطلعوا خفيف كده على ابو 10 ثوابات، 12 × 10 = 120، والركعتين
خدوا 120,000. ايه الحكاية دي؟ ليه؟ لانه احب الاعمال الى الله جهد المقل. والمقل ده تتكاثر حسناته. ليه؟ لان مخليها على الله، قلبه ما فيهش دنيا. فاللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا مع الصادقين ومن الراشدين واهدنا الى صراطك المستقيم. نروح انفسنا بمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سببا للعطاء وللخير كله، فقد أوصل لنا من الخير وأعطانا منه ما جعل المادحين يجعلون كلتا يديه يمين. فلو أعطانا صلى الله عليه وسلم باليمين لكانت بركة، أو بالشمال لكانت بركة. فرد عين قتادة وهز الجذع فصار سيفا، وأعطى البطار لعلي بن أبي طالب وتفل في عينيه فشفي. ولا تنتهي عجائبه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ذلك وبعد ذلك، فاللهم جازيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم يا أرحم الراحمين أنزل حبه في قلوبنا إلى أن نلقاك. اللهم اجعله لنا الأسوة الحسنة والصراط المستقيم، واهدنا به يا أرحم الراحمين، وشفعه فينا يوم نلقاك. صلى الله وسلامه عليه. يا سيدي يا رسول الله، يا إلي ولت